هذا هي يبقى نفس الرؤيه ال ال بقى. طيب يبقى هنا هبتدي احط بقى القانون بتاعي واقول ها ار بتساوي ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 ال ال طرد يبقى ال 1 على ال 2 ومساحه المقطع عكسي اقول ها اي 2 على الايه 1. يلا عوض. طب نعوض بقى بسرعه. هو قال لي مقاومه الاول فوق يا ولاد هنا بمين؟ بار. يبقى هنا عندي ار وهو عايز مني ار 2 بدلاله الار اللي احنا قلناها. هعوض عن الاطوال. اتفضل استاذ احمد. ال 1 ال ال 1 يا اولاد احنا واخدينها اهو بواحد. يبقى هنا كتبت 1 وال ال 2 بكام؟ ب 2 فكتبت تحتها 2 في ايه 2 ال 2 اللي هي بكام؟ ها ب 2 اهي. يبقى كتبت هنا 2 وال ايه 1 طبعا بواحد. يبقى كتبت هنا يطلع ايه 1 لواحد. طبعا الاختصار يبقى 1 لايه؟ لواحد. يبقى ار 2 بيساوي ار 1 في طرفين. يبقى مقاومه الثانيه هي كمان طلعت بايه؟ ار. اذا الاجابه الصحيحه رقم الف 23. السؤال رقم 23 معانا شباب بيقول لي موصلان من نفس الماده. خلاص نفس الروح. الماده نفس الرؤيه. والصله كما بالشكل طبعا. متوصلين كده ايه دول ورا بعض؟ ورا بعض توالي. احنا هنقولهم توالي. توالي ماشي. مسار واحد. فان في 1 على في 2 في 1 مقسومه على في 2 يا استاذ احمد. طيب انا هنا هقسم في 1 على في 1 على الرسم يا اولاد اللي هو مين؟ اللي هو ده. فرق الجهد. اللي هو فرق الجهد على السلك رفيع. السلك اللي اسمه ار. طب والفي 2 فرق, فرق الجهد على السلك اللي اسمه ار 2 اللي هو مقطعه اكبر شويه. وملاحظين هنا هو على الرسم ان هو مدينا اطوال. لو خدتوا بالكم هنا مديني مثلا السلك الاصفر طوله 2 ال والسلك الثاني اللي جنبيه طوله ال ال ومديني الانصاف اكتر يا استاذ احمد. تمام. نصف القطر الكبير. نصف القطر الكبير 2 ار والصغير الثاني ار والثاني هو ار. لو مش واضح عندكم يا ولد احنا بنوضحها على الرسم هنا. كده ار. احنا عارفين في بتساوي اي في ار. الفي 1 على الفي 2 ده كده طلب السؤال. واستاذ احمد بيقول لنا احنا عارفين ان الفي بتساوي ها فرق الجهد اي في ار. طب اي في الار ليه يا استاذ احمد هنا من حق اشيل التيار؟ انا السلكين ورا بعض. دي معلومه هناخدها في التوالي ومن غير ما ناخد. هو باين قدامه التيار ماشي ما دام مسار واحد يعني التوالي. يبقى تيار فوق هو تيار تحت. يبقى انا شلت التيار. ولا التيار هيروح فين؟ هيكمل على طول. تمام يا استاذ احمد. يبقى كأن انا كده هحط نسب مين؟ ار 1 على ار 2. طيب هقول ار 1 على ار 2. هي الار اصلا ايه؟ ماشي. ار رؤي هفكك بقى الار واحد اللي هي رؤي. ايوه اللي على ايه يعني ممكن كده اطلع على جنب بالراحه. اكن هنا قلت ار واحد على مين؟ على ار اتنين. وكتبت اصل القانون ار بتساوي ها رؤي. وهما من نفس الماده. ومن نفس الماده نفس الرؤي. يبقى اذا يبقى كان انا لو عايز اجيب يا استاذ احمد ار واحد على مين؟ ار اتنين. على ار اتنين هنقول كده اهو ال 1 على ايه. يبقى هنا ال 1 على ار طردي. يبقى هنا اقولها ال 1 على ال 2 في اي 2 والمساحه عكسي تبقى اي 2 على الايه 1. حلو قوي. يساوي يساوي يا استاذ احمد ال 1 اللي هي الاولاني 2 ال 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 1 يا اولاد. بصوا كده على الرسم اللي انا هحددها دي كده باللون الايه الاصفر دي كده اهو 2 ال. يبقى دي كده ال 1. يبقى هنا هكتب هنا ادي ال والثانيه ال واحده والثانيه طبعا زي ما انتم شايفينها كده اللي هي ال دي. يبقى هنا على ال. بس خش على الايه بقى. هخش بقى على الايه. هبدا بالاي 2. هنا يبقى انا هنا هروح يا استاذ احمد من فضلك هروح للايه همسحها وحط باي ار تربيع. اصل القانون كان باي ار تربيع بس الباي ثابت. يبقى خد ار تربيع. يبقى كان هاخد ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. اتفضل يا استاذ احمد. ار 2 بكام؟ ب 2 ار لكل تربيع. اهي بص يا اولاد اهي ادي 2 ار. ربعها يا عم. بس هنا في تربيع. يبقى لما ربع ال 2 ار دي تبقى هتبقى 4 ار سمول تربيع. تحتها بقى. طيب تحتها مين؟ تحتها الار واحد. الار واحد اللي هنا بار. يبقى ار تربيع. يبقى لما ربحها تبقى ار تربيع. اتفضل نختصر. شيل ال ال مع ال ال والار مع الار. طيب ال ال راحت مع ال ال يا اولاد والار تربيع راحت مع الار تربيع. يبقى فوق 2 في 4 بكام؟ ب 8 مقسوم على الواحد. اذا الاجابه الصحيحه ب ب 8 على 1 يعني 8. كويس. السؤال رقم كام يا استاذ احمد؟ 24. السؤال رقم 24 معانا يا اولاد. اتفضل. جدول اللي قدامنا اطوال ومساحات بس لاربع اسلاك من ماده واحده. طب يعني اللي موجود كده اهو دي عشان مش واضحه معانا بس يا اولاد على الصوره. يبقى دي كده مين؟ المساحه. المساحه الطول. الطول طبعا والمساحه نازله من قوسين بالمتر المربع ودي بالمتر برضه والطول يعني نازل معايا بالايه؟ بالمتر. جميل. اتفضل يا استاذ احمد. من ماده واحده ونفس درجه الحراره. طبعا ماده واحده يبقى هنا نفس الثوابت مقاومه نوعيه توصيليه سيجما ونفس درجه الحراره. تمام. فان السلك ليه اكبر مقاومه. طب انا هكتب القانون ار بتساوي ها رؤي رؤي ال على ايه في ال مقسوم على ايه. حلو. طب استاذ احمد حضرتك قلت لي نفس الماده خلاص يبقى نفس الرؤي. تمام. انا عايز اكبر مقاومه. اكبر مقاومه هيكون معاها اكبر ايه؟ اكبر طول. اكبر طول وأقل. وكمان اكبر مقاومه هيكون معاها اقل مساحه المقطع. اقل مساحه المقطع. يبقى لو انا عندي اجابه مباشره تجيب اكبر طول مع اقل مساحه يبقى دي الصح. بس اكبر طول اللي هو 10 يبقى ب. اكبر طول 10 عشرة. عندي 10 موجوده في الف وفي مين؟ الف وب. طيب. بس اقل مساحه هي ب.
طبعا اقل مساحه اللي هي مين 1 × 10^2. يبقى اذا الاجابه الاجابه الصحيحه به فعلا دي اللي جمعت لنا بين اكبر طول واكبر واقل مساحه مقطع، لان احنا اولاد عارفين ان الطول طردي مع المقاومه ومساحه المقطع هتكون عكسي مع المقاومه. المساله اللي بعدها تشبهها. خلاص كده احنا جاوبناها. السؤال اللي بعديها حضرتك بتقول شبه، اتفضل. يوجد في معمل المدرسه 4 أسلاك من نفس الماده. ماشي، الماده ثابته، تمام، اتفضل. وصل طالب كل منهم، وصل طالب كل منهم على حده بين طرفين نقطتين مين ومين؟ ايه وبي في الشكل. يبقى يا شباب اللي هم هنا عندنا على الرسم دول بيحط طالب هنا في الحته دي مره المقاومه الاولى مره المقاومه الثانيه، كل مره بيحط سلك من الاسلاك. اي منهم يسجل الاميتر اقل تيار؟ يعني ايه الاميتر يسجل اقل تيار؟ اقل تيار يعني مقاومه اكبر بيقى. مقاومه، يبقى ده السؤال. يبقى اكبر على اكبر مقاومه. تمام، اكبر مقاومه طيب. اكبر طول واقل نفس القانون تاني ار بتساويها رو اي في ال على ايه، بس هفكك ال مين لباي ار تربيع. نشوف اكبر طول، تمام يا استاذ، واقل قطر. يبقى انا عايز يا اولاد دلوقتي زي ما استاذ احمد بيقول لنا عايزين اكبر مقاومه، اهو اللي احنا وصلنا لها. اقل تيار معناها اكبر مقاومه، واكبر مقاومه المقاومه طردي مع طول، يبقى لازم ادور على اكبر طول. اتنين اكبر طول الف وب نصف قطر، عشان دي علاقه ايه عكسيه. يبقى مين اللي جامع بين اكبر طول واقل نصف قطر؟ ب. الاجابه هنا يا اولاد لو جينا بصينا على بيها هنلاقي فعلا ما فيش اكبر في الطول من الواحد متر، يبقى هنا ده الاكبر طول. واقل وفي المساحه الاقطار او انصاف الاقطار اقل طبعا حاجه كانت نص ملي متر، نص ملي كده الاجابه الصحيحه به. السؤال رقم 26، اتفضل يا استاذ احمد. ده مهم بقى. اذا سحب سلك، بس هقف يا استاذ احمد من فضلك. سحب يعني ها نرمي الكلمه طبعاً بسرعه، خلاص معناها حجم. الحجم سهل، والحجم معناها هتعامل مع مين؟ يا طول يا مساحه. يا مساحه، ماشي. فزاد طوله بمقدار 60% من طوله الاصلي. تمام، اترجم دي يا استاذ احمد. يعني لو كان طوله الاصلي في النسب كان ال، خلاص كده كان ال او كان واخد في النسب 1 صحيح مثلا، مثلا يبقى طوله في الحاله الثانيه 1.6 وزود 60% من الواحد 6/10، يبقى كانها تبقى 6/10. الله، يعني لو قال لي كان 40% يبقى 1.4/10، 50% 1.5/10. يبقى هو هنا هلاحظ كلمه مقدار دي يا اولاد. مقدار معناها اجمع على الاصل. حلو، انت الاصل بتاعك قلنا في النسبه ادينا كام؟ كان 1 صحيح، وهو بيقول لي زود مقدار، كلمه مقدار اجمع اللي معاك، يعني اجمع الواحد 60% من الاصل، يعني 60% من الواحد، يعني 6/10. يبقى هنا 1.6/10. جميل يا استاذ احمد، اتفضل. من طول اصل، فان مقاومته تصبح كم من المقاومه الاصليه؟ هنا عايز المقاومه بتاعته في الحاله الثانيه تصبح قد ايه من المقاومه في الحاله الاصليه. انا عاوز اقول حته يا استاذ احمد، اتفضل يا استاذ احمد. 1.6 كانها 16/10، يعني 8/5. تمام، يبقى ال 2 8/5 من الاولانيه. تمام، والمساحه عكس الطول، يبقى المساحه كام؟ بدل قلت 8/5 تاخدها 5/8، واكتب R1 على R2 L1 على L2، او نعملها زي ما قلناها في الشرح، او نقولها زي الشرح، يعني اللي هي الار بتساوي مين؟ تمام، ممتاز. يبقى هنا عندي الاصل في الشرح كنا بنقول الار بتساويها رو اي. هو هنا السؤال يا مستر اداني ال، بس ما ادانيش مساحه، ماشي، اداني كلمه سحب، يعني حجم. يبقى الحجم المكان اللي اختفى وربع الطول، يبقى انا هفكر في ايه؟ متغير واحد اللي هو الطول، ودول ثوابت. ايوه، يبقى اذا يا استاذ احمد النسبه بين المقاومه الاولى الى المقاومه، مين الثانيه؟ ال1 تربيع على ال2 تربيع، ال1 تربيع على ال2 تربيع، ودي قلناها في الشرح. تمام، ال1 نازله بواحد، فلما اجي اربع تبقى بكام؟ واحد. حضرتك يا استاذ احمد قلت لي ال1 و6 معناها ايه؟ معناها 8/5، معناها 16/10، يعني معناها 8/5. ال 8 على 5 دي هي اللي انا هقول عليها تربيع. يبقى يعني كاني هربع ال 8 تبقى كام؟ 64. هربع ال 5 تبقى كام؟ 25. تبقى 25. طبعا ال 25 مقام مقام بسط. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 25/ أيوة. 64. اذا الاجابه لا ليس، انا عاوز ار2 بقى. انا عايز هنا عندي دي نسبه الار1 على مين؟ الار2 على الار2. هو عايز الار2 يساوي بكم من الاصل؟ نضرب يبقى السؤال هنا على دي 64. يبقى هعمل وسطين في طرفين 64. يبقى هنا عندي الار2 بتساوي هضرب ال 64 في مين؟ في الار1. على 5. يبقى 64 في الار1، واللي يطلع هقسمه على كام؟ 25. هو عاوز كام من ار واحد؟ يبقى 64 على 25. 64 على 25. يبقى الاجابه به. يبقى الاجابه الصحيحه كانت به. وهكذا دايما يجي هذا النوع يبقى عرفنا تحل بالطريقه دي. تمام، ودي طريقه سهله وبسيطه خالص. يلزم المساله 27. المساله يلزم رقم يا اولاد 27 كده، يا ريت نركز مع بعضينا. ها، يلزم فرق جهد 12 فولت عشان يحرك 6.5 × 10^18 الكترون بين طرفي مواصل في ثانيتين. يبقى ده مديني مين؟ مديني فرق جهد. ومديني عدد الكترونات اللي هو الان، ومديني زمن بين طرفي مواصل ثانيتين، يبقى مديني كمان زمن.
انا عاوز المقاومه الموصل. طب هي الار بتساوي مين يا استاذ احمد؟ اصل الار ار بتساوي في على الار. طب استاذ احمد من فضل حضرتك كده هنستحملنا شويه. ادي الفي. الفي التيار بتفك مين؟ التيار شحنه والشحنه ما عنديش شحنه على زمن. طيب خلينا كده مع بعضينا. ادي الفي وتحت هنا زي ما حضرتك بتقول لي مين؟ الزمن. الزمن دي طبعا تي مقام فين؟ بسط. في البسط يبقى التي طلعت فوق. والكيو. والكيو دي بتتفك لمين في مين؟ عدد الالكترونات في شحنه الالكترون. يبقى ده كده القانون. بس هنا هقول الار بتساوي مين؟ مليني بقى يا استاذ احمد. يبقى ار بتساوي الفرق الجهد عندك. فرق الجهد 12 مدهوني ب 12 فولت اهو يا اولاد. يبقى هنا والزمن 12 2 ثانيه. هروح ضارب الكلام ده في الزمن اللي هو هنا كام ثانيه؟ 2 ثانيه. ثانيتين. وهقسم الكلام ده على الان اللي هو عدد الالكترونات كام؟ 6.5. 6.5 في 10 اس 18. 18. وهروح ضارب الكلام ده في 1.6 شحنة الالكترون اللي هي اولاد الاي اللي هي قيمتها 1.6 في 10 اس ناقص 19. 10 اس 19. نصفي الكلام على الاله هتطلع الاجابه 23. هتطلع الاجابه رقم 23 اوم. دي كده الاجابه مين؟ اللي هي الاجابه الصح تبقى الف. تمام. السؤال رقم 28. 28 سلك ضمن دائره كهربيه. تمام. بس السلك ده يستهلك طاقه 500 جول كل ثانيه. جول على الثانيه معناها باور. قدره الواط يعني. ايوه تمام. يبقى كان الرقم ده معناه باور. خد بالك باور 500 واط اللي هي طاقه على زمن. ماشي. ده امتى؟ عندما يشتغل على فرق جهد 100 فولت. يبقى دي قدره مشروطه بجهد محدد. جهد. قدره مشروطه بجهد. مع اولاد بجهد محدد. كان انا عاوز القدره في حاجه جهد. تمام. فاذا تم سحب السلك. يا استاذ احمد كلمه السحب معناها ايه؟ خلاص معناها الحجم. الحجم كده دخل في السؤال. يبقى المفروض يتعامل مع الحجم. طول بس يمسح بس. هو ده الطول. تمام. يصبح طوله 7-4 امثال طوله الاصلي. الطول الجديد الطول في الحاله الثانيه اصبح في النسب 4 امثال طوله الاصلي. الطول الاصلي يبقى هديله في النسب بكام؟ بواحد. فان الطاقه التي تستهلكها خلال ثانيتين. تمام. عندما يعمل على نفس فرق الجهد. طيب عايز الطاقه يبقى هنا عايز الدبليو المستهلكه خلال ثانيتين عندما يعمل على نفس فرق الجهد. الجهد. طيب دلوقتي المفروض من القيم الاولانيه انا عندي مين هنا على الرسم؟ عندي القدره. عندي قدره وعندي الجهد. اقدر احسب المقاومه. المقاومه الجهد وفرق الجهد والمقاومه هنطلع المقاومه. يبقى انا عندي هنا في قانون كان بيجمعهم ببعض. كنا بنقول ايه يا استاذ احمد؟ المثلث. كنا بنقول لاولادها باور بتساوي الباور في تربيع على ار. على ار. نلاحظ هنا ان احنا في السؤال ادانا الفي. خلاص. صح. وادانا الباور. يبقى انا اقدر اجيب مين؟ الار. الار. يبقى اتفضل كده مع حضرتك استاذ احمد. ادي الار بتساوي. الار بتساوي. ها. اللي هو القدره. اللي هو ايه؟ انا هنربع بقى. تمام. في تربيع. تمام. على الباور. يبقى هاخد الفي تربيع مقسومه على الباور. الفي تربيع كام بقى؟ يبقى الار بتساوي الفي نازله ب 100. 100 تربيع. هتتربع تبقى ب 10,000 طبعا. 10 اس 4 ماشي. وهقسمها على مين؟ على الباور اللي هي ب 500. 500. يبقى هنا الار بتساوي مين؟ الار بتساوي اكنك قلت ال 100 على 5 فيها ال 20. يبقى استاذ احمد دلوقتي احنا وصلنا وجبنا قيمه المقاومه. المقاومه تمام؟ بتساوي. هنبتدي بقى نتعامل مع لفظ كلمه مين؟ السحب. السحب بقى. طيب يبقى هكتب اصل القانون. ها ار بتساوي ار رؤي اللي على ايه؟ واتفقنا ان هو اداني في النسب هو اولاد الال. السحب ليصبح طوله 4 الامثال. ما ادانيش مساحه. ما ادانيش المساحه. يبقى كلمه السحب هترجمها لحجم مكان المساحه وربع الطول. طيب مين ثابت يا استاذ احمد هنا معانا؟ الرؤي والفوليوم. نفس الماده نفس الحاجه. نفس الكلام قلناه. جميل جدا. الطول زاد 4 امثال. بص يا اولاد قال لي الطول هيزيد 4 امثاله. يبقى ده معناها ان الال اكنها اتضربت في 4. 4 تربيع. بس الاربعه دي كده هتبقى تربيع تحت المعاد دي كده في التربيع. يبقى كأنك ضربت هنا في 16 المقاومه. يعني كأنك برضو ضربت المقاومه في كام؟ في 16. فننزل هنا بالراحه مع بعض. احنا قلنا 20 المقاومه احنا لسه حاسبينها مع بعض. القيمه هي تحت يا اولاد بكام؟ ب 20. يبقى 20 في 16 هروح ضربها في 16. يبقى الناتج يطلع 320 اوم. 20 اوم. كده انا جبت المقاومه. حلو قوي. يبقى انا عاوز بقى نجيب ايه؟ الطاقه. عايز الطاقه. الطاقه اللي هي مين؟ الدبليو. صح. الدبليو. طيب الدبليو بتساوي مين؟ القانون بتاعنا الدبليو بتساوي في تربيع لان هو بقى هو قال لك نفس الجهد. فرق الجهد هنا معلومه عن الجهد. فرق الجهد. يبقى هنا هو هو في تربيع على الار بس انا ضرب في الزمن. في الزمن دي طاقه بقى. بس كده. طب الفي بكام؟ ب 100. 100 في 100. يبقى هنا اقولها 100 ايه؟ تربيع. والمقاومه عندك المقاومه لسه حاسبينها ب 320 في ثانيتين وهضرب في ثانيتين. يبقى الاجابه بتاعتي هتطلع 62.5 اللي هي دال. وستين ونص جول. يبقى الإجابة الصحيحة طبعا هتكون رقم دال. السؤال اللي بعديه رقم كام يا أستاذ أحمد؟ رقم 30. معانا يا أولاد دلوقتي إحنا في السؤال رقم 30 وده سؤال مهم وناخد بالنا منه.
عند إعادة تشكيل موصل. طب هقطع أنا أستاذ أحمد دلوقتي وأقول لحضرتك يعني إعادة تشكيل دي من أطلاس إيه؟ السحب أو الشد أو الاستطالة. طبعا عرف دي معناها حجم. يبقى إذا متوقع أشوف يا طول بس يا مساحة بس. كويس. بحيث زاد طوله 20% لسه قايلين زيها. يبقى لو أنا فرضت إن الطول الأول في النسب بواحد يبقى الطول الثاني واحد نفس الواحد واتنين من عشرة بس هزود عليه مقدار. احنا قلنا زادة بمقدار يعني اجمع عليه كمان 20% من الواحد يعني اتنين من عشرة. واحد وكام؟ واتنين من عشرة. واتنين من عشرة. جميل. فإن المقاومة الناتجة ما زي الأول المقاومة عاوز المقاومة الناتجة هو هناك في اللي قبلها كان ألف إن المقاومة الناتجة تبقى كم الأولى هنا قال لك زادت كام يعني هو هنا عايز تغير الار بس في كلمتين عاوز انا اركز عليهم قوي زاد بي ولا زاد الى لا قال زاد بي بمقدار يبقى انا هنجيب مقدار الزياده مقدار الزياده يعني تغير الار تغير وحسب ما هو قال لي هنا قال لي ان المقاومه الثانيه زي ما انا بكتب كده ار 2 هي الاكبر هي الاكبر يبقى لازم اجيب الار 2 واطرح منها مين الار 1 الار 1 ده حل السؤال وهنشوف نسبتها كام ان انا اشوف الار 1 ايه والار 2 بدلاله الار 1 ايه ونجيب الزياده يبقى ده اسمه الزياده وبعد كده اجيب منها النسبه المئويه الزياده بالنسبه الاولانيه كام في طب النسبه المئويه بتتحسب ازاي يا استاذ احمد باخد التغير اللي حصل على الاصل على الاصل اللي هو الار 1 في 100 واضرب في 100 يبقى خدوا بالكم يا اولاد احنا هنتحرك في الخطوات دي يبقى انا كده جبت النسبه المئويه للزياده الحادثه في المقاومه تعال نشوفها بقى طب اتفضل كده معايا براحه عند زياده عند عدد تشكيل سكه زاد طوله 20% خلاص كتبنا خلاص احنا كده كتبنا عاوزين نجيب مقاومته بقى ار 1 على ار 2 هكتب اصل القانون بتاعي ار بتساوي واحنا قلناها كذا مره في ال لان هو هنا اداني طول بس ما ادانيش مساحه يبقى هنحط الحجم اعاده تشكيل معاها حجم يبقى هحط الحجم مكان اللي اختفى وهربع الطول ومين الثوابت يا استاذ احمد الاثنين نفس الماده نفس الحجم يبقى النسبه بين ار 1 الى ار 2 هيساوي ال 1 تربيع تربيع طردي صح ال 1 تربيع على ال 2 تربيع ال 2 تربيع طب اتفضل استاذ احمد دلوقتي ال 1 1 ار 1 على ار 2 على ار 2 ال ال 1 يا اولاد بتساوي ايه 1 وتربيع يبقى 1 طب وال ال 2 1 و2 من 10 تربيع 1 و2 يعني معناها 12 على كام يعني على 10 يعني 6 على 5 6 على 5 6 على 5 لما تربعها 36 تحت يبقى ال 6 تتربع ب 36 لاحظ ان دي بنقول دي يا اولاد عباره عن 6 على 5 وال 5 هتتربع 36 وال 5 تتربع تبقى 25 25 طب يا استاذ احمد ال 25 دي كده مقام هتطلع تطلع فين باست. باست حلو الكلام يبقى انا عندي دلوقتي هقول ار 1 على مين على ار 2 على ار 2 بتساوي 25 على 36 25 على 36 انا عاوز ار 2 كام انا عايز الار 2 بدلاله الار 1 يبقى هضرب مين يا استاذ احمد 36 36 في الار 1 على 25 يطلع قسمه على 25 يبقى 6 ار 2 بتساوي 36 في ار 1 على 25 استنى هنا بقى شويه يا استاذ احمد يبقى المقاومه الثانيه لو عايز نقول له 36 على 25 من الاولى ايوه لكن هو مش طالبها ده طالب الزياده يبقى هرجع للجزء اللي انا كنت مظبط له ده كده اهو ايوه نشوف الزياده في الحته دي يا استاذ احمد هو عايز مين عايز دلتا ار دلتا ار الزياده كام بتاعت الار 2 اللي انا لسه مطلعها دي اللي هي نطرح منها ار 1 36 على 25 ار 1 ناقص ار 1 اطرح منها ار 1 يطلع الناتج بكام الناتج هيتبقى كانك بتطرح هتبقى 36 نطرح بينها 25 يبقى 9 على 25 يبقى بقى لي هنا 9 على 25 ار 1 ده شوف ده النسبه يبقى انا هنا يا اولاد لما طرحت يبقى الدلتا ار طلعت بكام تغير المقاومه او الزياده ها طلعت 9 على 25 ده الزياده اللي حصلت تمام في مين في الار 1 طب انا عايز بقى مين في الاخر كم عايز في النسبه المية. المئويه كم في قلنا النسبه المئويه بتساوي مين الزيادة اللي حصلت اللي هي ها دي 9 على 25 على 25 ار 1 ايوه اقسمها على ار 1 واضرب في كام في 100 في 100 مين راح راحت اللي هي الار 1 الار 1 يبقى كان حضرتك هتضرب 9 على 25 في 100 يعني 900 على 25 يعني تطلع 900 على 25 يعني 44% هتبقى الاجابه بتاعتنا 44 في المية يبقى الاجابه الصحيحه رقم ج كويس جميل السؤال ها السؤال اللي بعده ثلاث اسلاك حلينا زيها حلينا زيها ومش هبص على الكلام الاول هبص على الرسمه هبدا بمين بالار ار بتساوي ها مختلفه في مساحه المقطع تم تسجيل علاقه بين في ال على ايه معايا يا استاذ احمد عشان انا ما توهش الار على المحور مين المحور الراس اهو الار هي الواي ها والال على المحور الافقي يبقى ال هي الاكس يبقى رؤيه على ايه من هنا يا استاذ احمد اقدر اقول دلوقتي ان الميل بتاعي مين
الميل بتاعي رو اي على ايه. واحنا لسه قايلين يا مستر احمد في البدايه لو الميل حاجتين لازم يعمل ايه في السؤال؟ واحده ثابته. لازم واحده ثابته. مين يا استاذ احمد اللي سببها؟ رو اي من نفس الماده. قال لك من نفس الماده كلنا شايفينها. انا والله مش شايفها. من نفس الماده. من نفس الماده. يبقى مثبت دي. يبقى ساعتها اكيد هيسال عن مين؟ على ايه؟ على المساحه. بيقول لي مين فيهم اكبر في المساحه؟ الاكبر في المساحه دي علاقه عكسيه، يبقى الاقل في الميل. اقل الميل. والميل اللي هو تان سيتا يا اولاد، يعني اقل في الزاويه. اقل زاويه مين اللي هي ايه؟ الايه. يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون ايه؟ نمره 32. 32 سلك طوله ال. تمام. مساحه مقطعه ايه؟ نص قطره ار، كتلته ام، مقاومته النوعيه رو اي، وكثافته رو. اي العلاقات صحيح؟ اي علاقات الاتيه لحساب المقاومه خطأ. مش صحيح. مش صحيح. يعني كلهم صح ما عدا واحده. طيب انا دلوقتي يا مستر احمد لو بدات بالار، ار بيساوي رو. وهنا عايز يدخل مين؟ كتله صح؟ كل كتله. عايز يدخل هنا كتله. وهنا مش مدخل كتله. وهنا عايز يدخل كتله صح؟ واخر واحد عايز يدخل مين؟ كتله. كويس. طب تعالى الاول ندرس اللي هي الاولانيه دي اللي هي الف. انا عارف ان ار بتساوي المقاومه بدلتهم كلهم رو اي. ار بتساوي رو اي ال. لو عندي ال ادي احتمال. او ار بتساوي رو اي لو عندي المساحه ايه، ادي احتمال. طيب ما هو عندي الطول والال كل. طيب. عندي هو عنده كل حاجه. هو عنده كل حاجه. بس انا لو انا عايز اكتبها بدلاله الام هنكتب. انا عارف استاذ احمد لو الام دخلت بيخبي يا ال. هو نخبي ال يا الاي صح. ماشي. فانا هنا مثلا خبيت الاي، يبقى الام مكان الاي معايا استاذ احمد على الرسم. وهربع الطول والكثافه جنبها. حلو. ده اجابه صحيحه. او لو الطول مختفي يبقى الكتله مكان الطول، وربع المساحه والكثافه جنبها. تمام. يبقى دي كده احتمالين. ندور كده على احتمال موجود. هنشوف كلهم هتلاقيهم موجودين. طيب هنا كانت الام بتاعتي في المقام مظبوط كده؟ يبقى رو اي. يبقى كاني هبص على دي. دي كده الام كانت في المقام. وفوق في البسط المفروض يكون رو اي فروف ال تربيع. دي تصادفت انها موجوده. دي صح. يبقى دي كده الاجابه الايه؟ صح. الصحيح. استنى هو عاوز الخطا. يبقى اللي بعدها نشوف فروف صح ولا لا. دي بقى كده موجوده فين؟ موجوده يا اما في الجيم يا اما في الدال. لان هو لاحظ هنا مديني ادي الام في البسط وادي الام في البسط. خد بالك من نمره به الاولانيه. رو اي اللي على ايه على طول جاهزه. دي كده دي صحيحه. ماشي. خلاص دي اخرى صح. رو اي في ال على ايه وفكك ال واي ار مين تربيع. يبقى دي كمان صحيحه. اللي بعدها جيم بقى. طب لو الام في البسط يا استاذ احمد اهي. شايف اللي هو الاحتمالين الجيم والدال. حاطط الام في البسط. بص يا اولاد اهو انا اقصد اهو. ادي الام عندنا هنا اهو في البسط، وادي الام هنا في البسط. وادينا انا حاطط الام في البسط. بس لازم يكون الترتيب اللي عندي رو، يعني لازم يكون البسط رو اي. ايوه اهو البسط فعلا في رو اي على ايه. بس ما ينفعش اضربه في ال زائد دال. لا لا خلاص اضرب الام على مين؟ على الايه في الباي على الرو في الباي تربيع اهي. يبقى دي صح. يبقى دي صح. يبقى الخطا هي ده. طبعا مين في دال؟ لان زاد هنا ال في البسط ما كانتش موجوده. يبقى الاجابه اللي هو عايزها اللي هي الخاطئه اللي هي ما تنفعش علاقه مين؟ دال. 33 هي زي 31 بالظبط. زي 31 بالظبط. عشان بيتكلم برضه عن مساحه نفس نفسها. هي نفسها. يبقى برضه الاجابه هي ماشي. نمرة 34 بقى. 34 الشكل المخروطي ده مساحة المقطع الدخول التيار داخل من اي اي مقطع كبير. تمام. واي بي قطره 4 دي. وبيخرج من مقطع صغير قطره دي. هو عاوز النسبة بين اي اي الى اي بي. بالتالي ده مسار متصل كده وانا ماشي. الله ينور عليك. يبقى التيار الداخل هو التيار مين؟ التيار الداخل بروح فين؟ وده اللي احنا بنقول عليه توالي يا استاذ احمد. التيار ما بيختلفش. التيار الداخل هنا خارج من يبقى هنا. يبقى نسبة التيار للتيار واحد. يبقى الاجابة الف. لكن زود حتة كده مش على الطالب قوي. سرعة عند ايه ولا سرعة عند مين؟ السرعة اكبر عند مين؟ هو الطالب درس في تانية ثانوي. ان زي السريان المقطع لما بيقل السرعه لما كنا بندوس على خرطوم الميه المقطع بيقل الميه بتندفع اصلا والميه الداخله قد الخارجه. تمام. كذلك الالكترونات التيار الداخل قد الخارجه. سرعه اندفاع الالكترونات عند المقطع الداخل تكون ايه؟ تكون اكبر. اكبر. يبقى السرعه عند ها عند النقطه الايه اللي هو في الاول ده هتكون اقل والثانية أكبر بعكسية مع مساحة المقطع. تمام. مساحة المقطع 4 هتتربع تبقى 16. تمام. يبقى لو أنا قلت يعني كأني بطبق معادلة السريان. سريان زي سريان سريان. يعني خد بالكم هنا يا أولاد السرعة زي معادلة السريان اللي إحنا خدناها معانا في الثانية ثانوي عكسي تتناسب عكسيا مع مربع نصف القطر. تربيع. تمام. تتناسب عكسيا مع مربع لأن أنا بتكلم عن أقطار ونصف أقطار. نص القطر وهي مساحه هو هنا مديني فوق انصاف اقطار. يعني لو دي المساحات كنت اخدتها بالعكس وبس بس لكن هنا دي عشان اقطار او انصاف اقطار هاخدها بالعكس تربيع. يبقى اذا 1 الى 16. طيب يبقى هنا قلنا السرعه بتاعت الايه زي ما قالها كده في الاول الى السرعه بتاعت مين؟ البي. اكنه خد العكس واحد. خد نصف قطر البي تربيع الى
نصف قطر الايه؟ تربيع. تربيع طبعا. يبقى هنا دي مين بالنسبه للبي؟ البي اللي هو ده دي. هو عاوز الايه؟ يبقى نصف القطر بتاعها هيبقى مين؟ ربعنا بقى نص. نص والربعه انا عارف نصب الاخطار كان نصب انصاف مين؟ عادي الاخطار. يبقى هنا ممكن اخدها دي، هاخد مكان ديها دي واقول تربيع. الى ها الثانيه إيه؟ هتبقى 4 دي، فلما اجي اربعها هتبقى 1 16 دي ايه؟ تربيع. تربيع يبقى الدي تربيع راحت مع الدي تربيع، يبقى النسبه كام؟ 1 ل 16. 1 الى 16. يبقى الاجابه الصحيحه رقم جيم. جيم. الشكل 35 ناس كتيره سالتني في الحته دي. تمام. السلكان اكس واي شكلهم عامل زي الشريحه. تمام. يبقى طالما صورهم كده يبقى معناها ان السمك ما جابش سيرته. تمام. السمك واحد. تمام. من نفس الماده. تمام. والابعاد كما بالشكل، فان نسبه الاكس الى مقاومه الواي. عايز النسبه من مقاومه الاكس، يعني عايز الار اكس في الاول كده. صح. الى مقاومه مين؟ الواي. تمام. الاكس للواي انا عارف الرو في الاصل، مش هو الاثنين من نفس الماده. فانا كتبت كده مثلا ادي رو اي. في ال هنا اقصد ال اكس. على الاي اقصد الاي مين؟ اكس. اي اكس الى ها رو اي في ال ال واي على مساحه مقطع الواي. ممكن اختصر ها الرو راحت مع الرو، الرو اي راحت مع الرو اي، والال ال اكس عباره عن وحده واحده. واحده. يبقى هنا كتبت واحد. واحد. طب ال واي كام وحده؟ ادي واحد اتنين تلاته اربعه. تلاته اربعه. اربعه. هنا اربع وحدات. كويس. مساحة الاكس، مساحة الاكس زي ما انت شايف بين هنا وحدة وهنا اتنين. وحدة واحدة وهنا دي ادي وحدة ودي اتنين. وحدة وحدتين اهم. يبقى على اتنين. يبقى اتنين. يبقى النسبة كام لكام؟ اتنين لواحد. واحد على واحد فيها الواحد، واربعة على اتنين فيها اتنين. الاتنين يبقى من اليمين للشمال واحد لاتنين. ده مين بقى؟ مين اللي واحد؟ الاكس، لان هو طلبها هنا. بالتالي هنا نعكسها يا استاذ احمد، نعكسها بقى. يبقى اتنين لواحد. المفروض اقول واحد لاتنين. مش اتنين لواحد اللي هي مطلوبه. واحد لاتنين. ماشي. المفروض اخدها واحد الى اتنين. اتنين لان احنا واخدينها بترتيب الاكس. هو طبعا بياخد واحد. ما فيش في الاختيارات اتنين لواحد. بس انا بقول اذا زعمت ما فيش واحد لاتنين. اذا عمل في الامتحانات وجاب اتنين، هو هنا حطها على النسبه بين مقاومه دي ودي. تمام. فانا هنا طالما كتبش واحد لاتنين واتنين لواحد خلاص يبقى هي دي الصح. ادي السؤال 36. السؤال رقم 36. الشكل اربع شحنات كل منهم كيو. تمام. الشحنه الواحده اسمها كيو. توضع على حافه قرص معزول نصف قطر ار. جميل. يدور بتردد اف. ماشي. يعني هو عدد الدورات اللي يعملها في الثانيه الواحده اف. اسمه اف. فيكون يكون التيار الناتج عند الحافه بسبب الشحنات، الشحنات وهي بتجري تعمل تيار. تمام. وانا عندي التيار اي بيساوي كيو على الزمن. التيار اي بيساوي، ركزوا يا اولاد عشان دي فكره، الشحنه على الزمن مقسومه على الزمن. الشحنه دلوقتي اللي بتدور 4 كيو. لا انا مش عايز اقول كده، ممكن بس يعني تسامحني في حاجه صغيره. الشحنه دلوقتي بتدور لفه كامله، يبقى حدد زمن اسمه زمن ايه؟ زمن دوره. ما انا لسه انا من حق اسمي التي اللي تحت. انا عارف ان حضرتك هتقولها، بس انا عايز بس اخدها بترتيب كده على قد كده عشان نفهم احنا والطالب سوا. يبقى الزمن هنا زمن مين؟ الدوره. يبقى هي شحنه على زمن، بس ما دام بتلف في دايره افهم ان زمن اللفه اسمه زمن الدوري. واحنا خدنا مع بعضنا يا مستر احمد في ثانيه ثانوي ان واحد على الزمن الدوري اللي هو التردد. واحد على مقلوب الزمن الدوري هو مين؟ التردد. التردد. يبقى انا من حق اشيل دي واكتب مكانها مين؟ التردد. التردد في البسط. يبقى ده القانون. لا لسه بقى، الشحنه مش شحنه واحده، كيو اربعه. انا هنا بقول الشحنه الكليه. ده كده اصل القانون. يبقى انت هتاخد مين؟ هتاخد الشحنه اللي بتدور في اف، اللي بتدور مضروبه في التردد. يبقى هو نفس القانون ما بعدتش. طيب يبقى بيساوي الشحنه الكليه أربعة. انت عندك كام كيو؟ 4. تبقى 4 كيو. تمام. على في تضربها في التردد يبقى 4 كيو اف. دي الاجابه. يبقى الاجابه الف اللي هي الف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ابنائنا طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي عام وازهري، اولا هنستكمل الفصل الجزء الاول من الفصل الاول من الوحده الاولى في الكهرباء. معانا ومعاكم ابني